النمس ليس بين دائما تدريب ويرجع مره ثانيه يشعر. ما هو اللي ندخل به هذه المساله، لكن ما دام ان العله ما عرفت اما اني اؤول النص بما يوافق بقيه نصوص الشريعه، واما ان اسلم ظاهر النص واحرم ما جاء في هذا النص لكن ما اضيف ولا شيء قياس عليه. يعني مثلا الامام احمد كان هو نفسه يقص بنقص من حاجبه، اعتبره نقص النتف، النص جاء في النتف، اذا النص ما له علاقه بالقضيه. شوف فقه الامام احمد، العله ما عرف. فلا ندخل بقضيه التشكيل امام البرنامج الثاني يسال المفتي. ايش علاقه التشكيل بالنص؟ انت عرفت عله التحريم حتى تقول التشكيل محرم منه؟ يا اخوان إذا نصوص الشريعة المقصود بهذا كله متعلقة بعلاقة العبد بالعباد وبالحياة، لابد أن تكون متعلقة بالمصالح، فإن وصل الفقيه إلى إدراك علتها سينوط الحكم بالعلة وإن خالف النص في الظهر. ونذكر بحديث لا يصلينا أحد النص إلا في بني قريظة. الذين صلوا قبل أن يصلوا بني قريظة خالف النص ولا لا؟ خالف النص. لكن هل انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لو ان اجتهاده كان خطا فلزم ان يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون لماذا؟ بخلاف الطائفه الاخرى التي اخذت بظاهر النص. لان الطائفه التي اخذت بظاهر النص ستقول للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر النص يامرنا بان نصلي اذا وصلنا بني قريظه، يعني كانوا يقولون اذا نحن اخطانا بسبب خطا العباره نفسه، خطا النص لا وضحنا المقصود. فهم معذورون اذا اخذوا بظاهر النص، لكن الذين تاولوا النص لو كانوا مخطئين لا فهموا النص فهما صحيحا ولا اخذوا بظاهر النص فسلموا. وبالتالي لولا ان اجتهادهم هو الصحيح لكان لاستحقوا الانكار كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في اجتهاد اخر وقال لعمر اصبت السنه. انهم اجتهدوا ايضا. لكن لما كان موقف عمر اجتهاده هو صحيح والاجتهاد الثاني خاطئ بين، واذا عذر المجتهد الذي اخطا. ما لا هو لانه ما تدل عليه. طيب اذا نقطة الاحكام للعلل هذا احد الاسباب القويه جدا لتغير الاحكام، لان تغير الحكم اذا جعلنا النصوص داله على علل ووجدنا في بعض الاحوال ان تحقيق هذه العله لن يتم بالتزام بنص النص سأخالف النص لتحقيق العلة التي جاء من أجلها. هذا نص مثل لا يصلين أحد العصر إلا في بني. السبب الثالث المتعلق بالأحكام والذي يجعلها متغيرة أن بعض الأحكام أصلا متعلقة بالمتغيرات، مثل الأحكام المتعلقة بالاكتشافات العلمية. يعني مثلا سأضرب مثل بسيط القهوة والدخان. أول ما ظهر في العالم الإسلامي صدرت فتاوى ومؤلفات بتحريم القهوة والدخان. أنا أستغرب من الفتوين كلاهما، لأن القهوة ما لها مضرة وإلى الآن ما حد أثبت أنها لها مضرة، ليش يحرمونها؟ إيش السبب في التحريم؟ قد نفهم أن بعضهم كانت عندهم من خوارج المروءة، ما كان يشرب القهوة إلى الفساق إلى المدان، فتكون مرتبطة بالعرف، ممكن. لكن يصدر حكم مطلقا بحرمها هذا خطأ. طبعا أنتم تلاحظون الآن مثل ما يقول الشيخ بكر وزير رحمة الله، يقول الآن تشرب في المساجد، تقرب الناس يشربوا القهوة في المساجد، بعد كانت محرمة. الدخان قبل 100 سنة كان أحد يعرف أنه مضر؟ ترى دراسات ما لنا 50 سنه لا اثبتت انه مضر، ولذلك غالبا اذا كان يقوم بالتحريم كان يتوهمون انه مسكر انه مغتر. اذا كانت فتوى غير صائبه وان النتيجه في النهايه كانت صحيحه، لان العلم نفسه ما اكتشف انه مضر. يعني ما الفرق بين الدخان وبين العود الذي يشمه المتبخر وبين بخار الماء الذي تشمه المراه اذا طبخت؟ قبل اكتشاف العلم انه هذا له مضار وكذا ما كان في فرق بين الاشياء كلها، وبين الغبار الذي يتلسم الدول في الصحراء وبين كلها مثل بعض.
ما كان ينبغي أن يخوض العالم في هذه المسألة حتى يتبين؟ وجد حين أن ما جاء النص بتحريمها على وجه التحديد، ومبني الحكم بها على مضرها، وما اكتشفت مضرها حتى نقول أنها محرمة. ينبغي أن ننتظر إلى أن نعرف حقيقة هذا الأمر ثم نصدر عليه الحكم. وافترضنا أنهم اجتهدوا لأي سبب من الأسباب، شوف غير الحكم. صار في شيء محرم لا نشك في تحريم الدخان، لأنه ما في شك في مضرته أبدا، علميا ما عاد في شك في مضرته، وبالمقابل التهوى ما حد يتكلم عن تحريمها. طبعا سيقول بعض الأكثار منها ما في شيء أكثر منه إلا سيكون مضرا، حتى اللحم اللي هو هذا، حتى السكر، حتى كل شيء أكثر منه صار مضرا، لم يستخدمته بأسلوب معقول وكذا ما يكون مضر. لكن الدخان الجميع يحذر حتى من سيجاره، وحتى أن تجالس شخص يدخن حتى في مجلس واحد، يعني الغرض نفسه ما هو يعني تعصب دينيا، فرق بين الأمرين، تكلم عن المضار هذا وما تكلم عن المضار الآخر. آخر ما يعني يجعل الاجتهاد أو التجديد مطلبا إسلاميا وشرعيا ضروريا، أن المجتمع الإسلامي الصحي مجتمع مبدع، كل أسباب الإبداع التي ينبغي تتحقق في المجتمع جاء الإسلام في تقييدها حتى في الأحكام الشرعية. يعني مثلا بدأ من الأمر بالاجتهاد، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. إيش الرد إلى الله والرسول؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، علينا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأدرى بكلام الله وهو الأدرى بسنة عليه الصلاة والسلام. بعد ما موت النبي عليه الصلاة والسلام صار إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يرجع للمصدر الأصلي، ما قال كلام فلان كلام. طبعا هذا في الحقيقة لما كان قادر على فهم كلام الله وفهم رسوله. ولا في الآية الأخرى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. إذا قال سيوطي في تعليق على هذه الآية، هذه الآية أصل في التقليد، أنه قسم المجتمع إلى قسمين، أهل الذكر ومن ليس من أهل الذكر. واجب من ليس من أهل الذكر أن يسأل أهل الذكر، واجب أهل الذكر البيان. فكل من كان من أهل الذكر ينبغي عليه أن يرجع للكتاب والسنة مباشرة ولا يقلد. لم يقف الأمر عند الأمر بالاجتهاد، بل وصل الأمر إلى درجة حث المجتهد أن يجتهد ولو أخطأ. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. شوف أي درجة، يعني المجتهد يستحق جائزة ويستحق أن يكافأ ولو كانت نتيجة اجتهاده خطأ. بالله يجب لي قانون، قوانين العالم كله يحث على الإبداع مثل هذا القانون. هل في جامعة ولا مؤسسة تعطي شخص على خطأ جائزة؟ الإسلام يعطي المجتهد أجرا حتى على خطأ. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يجتهد، يتوقف على الاجتهاد. إقرار مبدأ الاختلاف والاجتهاد فيه، والاجتهاد هو الكف فيه، مثل الحديث الذي سبق ذكره، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة اختلفوا، فأرى النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة الأولى ولا ثرب عليها ولا لامع، وأقر الطائفة الثانية ولا لامع. أي مجتمع يغلو فيه هذا المجتمع في التخفي والعيب والما يصير، وإذا واحد أخطأ شنو عليه، هذا سيقتل الإبداع. الإبداع وليد الخطأ. انظر في كل المبدعين تجد أنه أخطأ وأخطأ وأخطأ آلاف المرات حتى وصل للصواب. فإذا كان المجتمع لا يرحم المخطئ لن يتجرأ حتى الإبداع. خليني بسلامة أفضل، ليش أخطئ وأولام وأذرب علي ويشن علي وتطلع المقالات وتطلع الكذا؟ متى منه أنا إذا سكت لن ينتقدني أحد، خليني في السلام. لكن لو كان بالفعل في حث على الاجتهاد ولو مع وجود خطأ، كان هذا السبب في كثرة المبدعين. هذا حتى الوسائل التربوية الحديثة، حتى المدرس ينبغي أن يراعي الطلاب بهذه الطريقة. يعني كل من اجتهد يستحق جائزة حتى لو أخطأ. طيب أيضا من الأشياء التي تدل على أن المجتمع الإسلامي مجتمع مبدع، أنه وصل هذا المجتمع إلى درجة قبول
المخالف لنا في الدين لا قبول الدين وإنما قبول المخالف. أحكام أهل الذمة التي جاءت فيها الشريعة يجوز للنصراني واليهودي والمجوسي أن يعيش ضمن الأمة الإسلامية بدينه الباطل ومعابده الباطلة ويأكل الخنزير ويشرب الخمر وينكح بالطريقة التي ينكح بها ويتزوج بها ولا ننكح عليه. شوف أي درجة للسياحة. الفرق المخالفة لما خرج خواجة علي بن أبي طالب، خوارج لما خرجوا علي بن أبي طالب يعني ما في طائفة حادة إقصائية مثل الخوارج، صحيح ولا لا؟ المخالف لهم كافر مباشرة، مو بس كافر حلال دم. كفروا علي بن أبي طالب وكفروا الأمة كلها إلا من لم يدخل في ذاته، علي بن أبي طالب ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير والدنيا كلها كفر إلا اللي دخل في فئته. واستباحوا دماء كل الناس. ايش كان موقف علي بن ابي طالب منهم؟ قال لهم لا نمنعكم مساجدنا، باسناد صحيح لكم وتاريخ الدفاع. يعني صلوا معنا. ولا نمنعكم بيع المسلمين بالرواتب. تمشي عليكم ما يقطع عليكم رواتب. كفروا وخرجوا وعصوا في احرج وقت ومكان في وقت يحتاج فيه الالفه. يحتاج فيه مواجهه جيش معاويه. مع ذلك ابدا ما تعرضنا نمنعكم في المسلمين ولا نبدأكم بقتال. شوف لأي درجة اعتزلوا عنه وقاعدوا في النهوان يبثون فكرهم ويدرسون أبنائهم عقيدتهم. ما تعرض لهم حتى استباح الدم لما قتل عبد الله الخباب. قال لهم سلموا لي القاتل حتى نطبق على الحد. قالوا كلنا قتلهم. أكلكم قتلهم يعني تأكدت نعم كلنا قتل خلاص. أو لو أنهم من أهل السنة وفعلوا ذلك استحقوا أن يقاتلوا. شوف الاستيعاب بأي درجة. استوعب هذا الفكر المنحرف ولم يواجهه بالقمع ولا بالقتل ولا بالسجن ولا بالضرب بل وجهه بالحوار. هو حاورهم مرة وأرسل لهم شرائح القضية مرة وأرسل لهم بأحد الذي ثبت في تاريخ لا يحضر على كل وقال وأرسل لهم ابن عباس مرتين حتى إن رجع في مرة واحدة من يد ابن عباس يشرون الفن كما يصنف عبد الرزاق بالسند الصحيح. بالحوار بالجدل بالله هذا المجتمع ممكن يكون مجتمع قمعي. بل لما سئل عن الخوارج قال كفارهم قالوا الكفر كفروا. قال المنافقون هم قال إن المنافقين لا يقومون إلى صلاة إلا وهم كسافر. قاتلهم جاء بالله يا اخواننا بغوا علينا واصبح قوم بغوا علينا فقتلناهم. هي نفس المعنى ما كفروا الا ان نقل الاجماع الخطابي شيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهما ان الخوارج ليسوا كفارا وانهم مسلمون مع تكفيرهم للمجتمع المسلم مع استباحتهم للمجتمع المسلم استباحه الدماء والاعراض والاموال. والله ما تجد مجتمع على وجه الارض اكثر سعه لقبول المخالف مثل المجتمع الاسلامي. وشوف على المآسي التي حصلت لعلي بن ابي طالب وحزني لانه وقعت له هذه الامور لكن لو ما حصل هذا الامر كان يمكن يقال هذا تقرير؟ كان يمكن يقول هذا خليفة راشد فعل هذا الفعل؟ ابدا. ورحمة الله انه حصلت هذه الامور حتى نبين للناس طريقة التعامل مع المخالفين الذين بلغوا اشد درجات المخالفة والاقصاء والحدية. إذا مجتمعنا المسلم ينبغي أن يكون مجتمعا مبدعا وننسى عليها الأمور مجددا. طيب. الثابت المتغير في التجديد. طبعا في أكثر من عنصر لن أستطيع أن أتطرق له وسأتركه لكن الثابت المتغير في التجديد مهم. إن قصدنا بالثابت الثابت الذي لا يتغير في كل الأحوال على الإطلاق قد تستغربون إذا قلنا أنه شيء واحد وهو إبطال الإيمان. ألم نقل قبل قليل أنه يجوز للإنسان عند الضرورة أن يظهر الكفر ويبطل الإيمان؟ صحيح؟ إذا الثابت المطلق الذي لا يمكن يتغير أبدا